ضبطت أمانة محافظة جدة معملاً مخالفاً بنظام أو بنطاق أبرق الرغامة جرى استغلاله كموقع لإعداد وتحضير الحلويات وإعادة تعبئتها ووضع ملصقات عليها تحمل علامات تجارية وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة، حيث تم مصادرة 14 طنا من الحلويات والمعجنات وأكثر من 9 أطنان من الدقيق، كما جرى ضبط مخالفات عديدة منها ممارسته للنشاط بدون لوحة ويعمل بلا رخصة بلدية إلى جانب افتقاره للاشتراطات الصحية بالكامل.